أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغنم أنه سيلتقي ومجموعتان نيابيتان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه غدا الاثنين. غدا ستتشرف مجموعتان نيابيتان بلقاء حضرة صاحب السمو. طبعا طلبات اللقاءين كانت بناء على طلب من النواب نفسهم، فمجموعتين راح يقابلون صاحب السمو بناء على أوامر صاحب السمو، راح أكون أنا موجودي اللقاءين، وبالتأكيد يعني أي لقاء مع حضرة صاحب السمو راح يكون فيه إن شاء الله إلا كل خير وبركة.